إذا ارتدى الحاج ملابس الإحرام ونوى الحج والعمرة، ما هي الأعمال التي يجب عليه القيام بها؟ أفيدوني في ذلك مأجورين. إذا نوى الحج والعمرة معا، فإنه إذا نواهما من الإحرام، إذا نواهما من بداية الإحرام أو نوى العمرة أولا ثم نوى الحج وأدخله عليها، فإنه يكون بذلك قارنا بين الحج والعمرة، بمعنى أنه أحرم بنسكين معا، أو أحرم بنسك العمرة وأدخل عليه نسك الحج، فصار قارنا. والذي يلزمه من العمل وأن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم إن سعى بعده سعي الحج والعمرة مقدما فلا بأس بذلك، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم عرفة ويخرج عرفة ويقف بها ويؤدي مناسك الحج بوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره، ثم طواف الإفاضة والسعي بعده إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ويلزمه ذبح هدي التمتع، لأنه جمع بين نسكين فصار يلزمه الهدي. هذا الذي يلزم القارن، يلزمه أن يبقى بإحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، ويكون عليه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة، ويكون عليه فدية كما ذكرنا، لأن أعمال القارن كأعمال المفرد، إلا أن القارن نوى حجا وعمرة، يعني نوى نسكين، ويلزمه الهدي كما ذكرنا. نعم. يقول: وإذا نوى الحج فقط ماذا يجب عليه؟ إذا نوى الحج أيضا يبقى على إحرامه حتى يؤدي مناسك الحج، يعني يقف بعرفة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه أو يقصر ويرمي الجمرة، يؤدي المناسك كاملة، الوقوف والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره والطواف الإفاضة والسعي. لكن المفرد ليس عليه هدي، لأنه لم ينوي نسكين وإنما نوى نسكا واحدا فقط، فليس عليه هدي واجب. والأحسن للقارن والمفرد أن يفسخ نية القران ونية الإفراد إلى نية التمتع، فإذا وصل إلى مكة فإنه يحول إحرامه إلى عمرة، يعني يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويحل من إحرامه، إذا صار يوم التروية هو اليوم الثامن أحرم بالحج وأدى مناسك الحج، فيكون أدى العمرة أولا ثم بعد ذلك أدى الحج بعدها، ويكون عليه فدية. هذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا معه ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فدل ذلك على استحباب فسخ نية الحج إلى العمرة، هذا هو الأفضل والأكمل. أما لو بقي على إحرامه على الصفة التي ذكرناها حتى أدى مناسكه فلا حرج عليه في ذلك، بارك يعني الله. لو بقي على نية القران أو على نية الإفراد كما ذكرنا وفصلنا فلا حرج عليه في ذلك، إلا أن الأفضل له أن يتحول من نسك القران ونسك الإفراد إلى التمتع، هذا هو الأفضل والأكمل. بارك الله فيكم.